توسع آفاق المعرفة وانتشار المعلومات بشكل كبير والإيقاع المتسارع للتطور العقلي والإدراكي عند الطفل، كل هالشيء له أثر على تأسيس الطفل مع وجود أجهزة التابلت والآيباد. واليوم من أبسط التفاصيل كمان اللي صارت موجودة بإيدين الطفل، وكثير من الأهالي عم يساعدوا الطفل حتى يقدر يحصل على المعلومات، وهي الموبايل. لكن يا عفاف، هل اليوم المطالعة والتعلم وتنمية المهارات عبر الوسائل التكنولوجية ممكن تكون بديل للمطالعة والكتاب الورقي من خلال القصص المصورة وغيره؟ وليش اليوم عم بيكون في إصرار كبير من الباحثين بتنمية مهارات الطفل على ترسيخ مهارة القراءة عند الأطفال وتأثيرها على مهاراتهم وسلوكياتهم؟ تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. أستاذ صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مثل ما حكينا بالمقدمة أنه صار في كتير اليوم تطور عقلي وتكنولوجيا بإيدين الطفل، والأهل ممكن شوي عم يساعدوا الطفل على تنمية مهاراته من خلال بس هاي الأجهزة. اليوم يعني أهمية الكتاب والقراءة عند الطفل، خلينا نحكي على أهمية هذا الشيء وشو أثره كمان. هلا للأمانة نحن في الفترة الحالية موضوع نحن في الابتعاد عن الكتاب أو عن القصص المصورة للأطفال هو صار يعني أمر رائج. ليش؟ لأن نحن صار بالنسبة لأن الموبايل هو وسيلة مو بس لا 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 يعني لا إنه نحن يلعب فيها الطفل، لا، صار إنه خلاص هذا الوسيلة اللي هي ممكن تخلي طفلنا يبتعد عنا مشان نحن نقضي شغلنا نرتاح وإلى آخره. ولكن هذا الموضوع هو موضوع خطير جدا بالنسبة للأطفال. ولكن لما نحكي إنه الباحثين هن بيصروا على اقتناء الكتاب وخصوصا الكتاب الورقي أو القصص الورقية، لأنه هذا الموضوع بيعطي كتير أهمية لبناء شخصية الطفل. في عدة أسباب بتخلينا نحكي على أهمية اقتناء الطفل للقصة الورقية أو للكتاب الورقي، منها اللي هي تحفيز مهارات القراءة. اليوم نحن لما الطفل بيمسك القصة أو بيمسك الكتاب الورقي، هو بحد ذاته هو محفز له لأنه يتابع القراءة بتمعن، يقلب الصفحات. هذا التلامس، لمس الكتاب الورقي، هو بنفسه بحد ذاته بيعطي نوع من أنواع شد الانتباه للطفل، إن كان وخصوصا إذا كانت هاي القصة هي فيها رسومات فيها ألوان، فهذا الشيء بيخلي الطفل يركز بالقصة اللي عم يقرأها وبالكتاب اللي عم يقرأه. ثانيا بيعطي نوع من أنواع الارتباط العاطفي بينه وبين القارئ، فيما لو كانوا الأهل هن يعني اللي عم يقرأوا القصة أو لو كان الأستاذ عم يقرأ القصة. اليوم لما بيكون القصة مشوقة أو القصة عادية، بس الشخص اللي عم يقرأ القصة إن كان الأستاذ أو الأهل، فهون عم بيكون في حالة من الارتباط العاطفي بين الطفل وبين القارئ لهي القصة. هذا الشيء بيعطي نوع من أنواع أصلا يعني التعلق بهذا الشخص. اليوم كذلك الأمر ممكن تكون نموذج جدا رائع لتحفيز الإبداع والتميز للطفل. اليوم أنا ممكن بعد ما يتخلص هاي القصة أنا بلش أسأله للطفل مجموعة من الأسئلة، إنه شو استخلصت من القصة، وممكن أطلب منه يرسم لي شيء من نسج خياله. يعني أنت اليوم كمان عم تحفز خيال الطفل لأنه يرسم هذا الشيء اللي قرأوا بهي القصة. ما أتخيل اليوم عن طريق الشيء الإلكتروني حتكون هاي القصص موجودة. تمام، بعد ما تعرفنا عن أهمية مهارة القراءة عند الأطفال، خلينا نوضح اليوم شو هي الخطوات الأساسية لحتى نحفز الأطفال اليوم على المطالعة والقراءة. هل هي الخطوات هي متشابهة اليوم بين كل الأطفال؟ وحتما ما أنا متشابهة بين الأطفال، ولكن خلينا نقول نحن طريقة تعاملنا مع الأطفال هي تنقسم لتطور إدراكي للطفل. اليوم تطور إدراكي للطفل يقسم إلى 4 أقسام، من 0 من عمر يوم لعمر 3 سنوات، من عمر 4 لعمر 6، من عمر 7 لعمر 12، ومن عمر 13 لعمر 18. خلينا نقول لنبني هاي الثقافة عند الطفل لازم تكون في الفترة الأولى. يعني اليوم أنا لما بدي أقرأ الفترة الأولى والثانية، يعني نقول من عمر 1 لعمر 3 لعمر 3 سنوات، أو من عمر 4 لعمر 6. اليوم لما أنا أمن بيئة مساعدة للقراءة، على سبيل المثال أنا اليوم لما في المنزل لما بشوف مكتبة فيها كتب، لما بشوف جو هادي مانو صاخب، لما بشوف التلفزيون مانو دايما شغال، لما بشوف الأهل مانو ماسكين الموبايلات، فأنت اليوم بحد ذاتها هي بيئة مساعدة للقراءة. لما بشوف الكتب، لما بشوفهم أنا، لما بشوف الأهل، لما بشوف الأب والأم هن نفسهم ماسكين الكتاب أو القراءة، هن عم يقرأوا قدام الطفل، هو بحد ذاته الطفل بيقلد،
ما في مجال بهذا الموضوع. ثالثا اليوم انا لما بدي اعمل مجموعة من الحوافز اليوم انه انا اذا بتقرأ قصة او بتقرأ كتبك او خلينا نقرأ القصة سوا مع بعض، هذا اليوم هذا نوع من انواع الطرق الكثير مهمة لحفز هذا الطفل انه انا يقرأ الكتاب. على سبيل المثال اليوم لما انا اخده معي على المكتب، اليوم في كثير مكاتب مشهورة ببلدنا ان كانت بالمراكز الثقافية ولا مكتبة الاسد ولا الى اخره، اليوم انا عم أأمل يعني انا عم فرجيه القدوة ان كان الاب ولا الام ولا استاذه بالمدرسة هو نفسه عم ياخده على المكتبة، عم علمه على طريقة كيف اختار الكتب، عم يشوفه فرجيه القصص. اليوم هي في كثير طرق هي بتساعد لتخلي هذا الطفل يقرأ معك، كلفه بمجموعه من المهام اثناء القراءه، انه انا اليوم بدنا نقرا هي القصه سوا مع بعض، بدنا نناقشها سوا مع بعض، وبدنا نطلع بدنا يعني مثل ما بسموها بدنا نشوف نتائجها كيف عم تطلع مع بعض، نرسمها مع بعض. اليوم هاي الطرق هي طرق كفيله انه تخلي الطفل يهتم بموضوع القراءه وقراءه القصص. طيب خلينا يعني هيك شوية نتعمق بدور الأهل. اليوم ممكن كتير مع عقبات الحياة ومشاكل الحياة والظروف ممكن الأهل ما كتير يروحوا لهي القصة من ناحية أطفالهم، يتركوا لهم. يعني صار في كتير مجالات في حياتنا التطور الإلكتروني، نادرا ما تشوف يعني كتاب أو ورقة أو حد عم يكتب أو ماسك كتاب وعم يقرأ منه. دور الأهل هون كيف ممكن لازم يوجهوا طفلهم على قراءة الكتاب ويحرصوا على هالشيء؟ شوفي رح أقول لك كلمتين، ما فينا ننكر كمان إنه نحن هو فعلًا الوقت اللي مثل ما تفضلي هو وضع كتير صعب ووقت كتير صعب، وما فينا كمان ننكر أهمية التطور الإلكتروني الحاصل. فنحن حنمشي على موضوع أضعف الإيمان، الشيء اللي نحن بنقدر عليه، ما بدنا كمان نقعد نطلب من الأهالي شيء هن ما بيقدروا عليه. اليوم على سبيل المثال أولًا أنا بحدد ساعات معينة للتعامل مع الوسائل الإلكترونية، إن كانت الموبايل إن كان الآيباد ولا حتى الشاشات. اليوم القعدة قدام الشاشة لفترات طويلة هي كمان بتسبب نفس الأذى سلقيني يعني. فاليوم أنا أول شغلة بعملها هي بحدد ساعات القعدة قدام الموبايل ولا الآيباد ولا الشاشة. تاني شغلة إذا أنا قادر أني أستغل هذا التطور الإلكتروني لصالح الأطفال فأنا ليش ما بستغله؟ يعني اليوم أنا فيني أنا خلي الأطفال عن طريق الآيباد يقرأوا القصص الإلكترونية، القصص اللي هي يعني مزودة بصور متحركة، بصور يعني بتساعد بنشأة خيالهم، نشأة إبداعهم. فأنا خليني أستغل هذا الموبايل أو هذا الآيباد لهذا الصالح. اليوم أنا فيني نزلهم قصص متحركة، فيني نزلهم كتب مهمة يستغلوها حتى بفترة مسكن لهذا الآيباد، لأنه بالنهاية ما فيك، ما فينا نحن مثل ما بسموها ننسلخ عن الواقع ونقول هذا الشيء نحن ما بنقدر، أنا بدي شيل الموبايل من إيدهم، هذا الكلام مو صحيح. لا، خليني أنا أستغله الاستغلال الإيجابي. لازم يكون الأهل بطريقة أو بأخرى ولو نص ساعة لازم يخصصوا وقت للقعدة مع أطفالهم، للنقاش معهم، لأنه هاي بتعزز ثقتهم بنفسهم، بتعزز ثقافة الحوار بين الأولاد وأهلهم. أكيد. ضروري كتير. طيب خلينا نحكي عن الآثار الإيجابية لمهارة القراءة وتنميتها عند الأطفال. قدي ممكن تأثر بشكل إيجابي اليوم على شخصية الطفل بالمستقبل؟ ممكن يكون شخص متحدث مثقف اليوم عنده شخصيته، ممكن تفيده بدراسته بكتير من الأمور بالحياة. مثل ما تفضلتي بتفيده على كل هاي الأصعدة. يعني اليوم خلينا نقول ثقافة القراءة وخصوصا ثقافة القراءة من الكتاب أو من القصة هي أولا يعني بتخليه يمتلك مهارة الحديث الصحيح والاستماع الصحيح. فأنت اليوم عم تساهم ببناء شخصيته لهذا الطفل، عم بيكون إنسان متحدث قادر يعني يتواصل مع جميع أقرانه إن كان من الأطفال ولا قادر يتواصل مع أساتذته وقادر يتواصل مع الأهل والأقارب. خلينا نحكي على صعيد التعليم الأكاديمي. فأنت اليوم بالنهاية فعلا بتفيدك من الناحية الأكاديمية. أنت اليوم لما بتكون تمتلك مهارة اللغة الصحيحة فأنت بالنهاية أكيد راح تقدر تتلقى معلومة صحيحة وتقدر توصل معلومة صحيحة.
اليوم مهارة القراءة هي ممكن 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 تروح فيك لأماكن كثير مهمة على صعيد على صعيد على الصعيد الشخصي. اليوم ممكن أنت فعلا تمتلك مهارة هي ممكن تساعدك لبناء مستقبل أو لوظيفة معينة. فما فينا اليوم نستثني هذا الموضوع لأنه هو من البداية ممكن عن جد يبني ثقة الطفل بشكل كثير كبير. خلينا نرجع شوي على القصص المصورة يلي كانت تجربة هامة لجيل كامل. اليوم حتى نحن لما كنا صغار كنا نشوف قصص مصورة ونقعد نحاول بدون ما نشوف الكلام مكتوب جنبها نحاول نشرح ونفسر شو مكتوب أو شو المرسوم بالصورة أو شو الرسالة منها. اليوم صارت مغيبة شوي هي القصة عن الأهل والأطفال، كيف ممكن نرجع نحيي هذا الشيء عندهم ونذكر كمان أهميته؟ صدقيني اليوم الحالة الوحيدة لإعادة يعني هذا الزمن الجميل اليوم لازم يكون في حالة من الحشد المجتمعي وأولهم الإعلام. عن جد يعني اليوم بقول في دور كتير مهم للإعلام وفي دور كتير كبير لوزارة الثقافة، لأنه نحن اليوم فعلا ابتعدنا كل البعد عن 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 الكتاب. اليوم اولا عدم توفر الكتاب، يعني اليوم نحن حتى بالمدارس بتلاقي الكتاب غير موفر، بالجامعه بتلاقي الكتاب غير موفر. هاي شغله اول شيء توفير الكتاب. اليوم يكون لازم يكون الكتاب بمتناول الجميع. اليوم هاي الثقافه لازم تنتشر حتى على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لضروره اهميه الكتاب. اليوم ما بتتخيلي على مدى اهميه قديش يعني بتبني الطفل، قديش بتوسع مدركاته، قديش بتروح بخياله لكثير بعيد. اليوم لو بنقدر نساهم نحن بتعميم هي التجارب بتبني وبتثقل شخصيه الطفل، بتساعده على الابداع، بتعطيه نموذج متميز من التدخل الايجابي، بتعطيه روح جديده، روح الابداع. الرسم ممكن الرسم الموسيقى ممكن يتخيل المشهد بشكل كامل. بصراحة لازم يكون في حالة الحشد المجتمعي لإعادة هاي الثقافة لكل العائلات. أكيد بالختام معلومات كتير مهمة، بدنا نشكرك كتير محمود الخالد مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك كوتش وأهلا وسهلا فيك، وشكرا على المعلومات اللي قدمتها.